أول خبر معانا النهاردة هو خبر مهم جداً جداً، وهو تقدم النادي الأهلي النهاردة الصبح بثلاث شكاوي للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك لخروجه في وسائل الإعلام المختلفة وقناة نادي الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون، والتجاوز في حق والديه، والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه عفوا يعني بالقرد والكلب والصعلوك، وانه قليل ادب و و و وكثير من التجاوزات الكثير جدا في الحقيقه اللي تخدش الحياء، وكمان استهزأ وتطاول على النادي الاهلي ومجلس ادارته. الحقيقه زي ما جه في الخبر كمان يا اميره، رئيس نادي الزمالك خالف كل مبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، وأثار الفتن وساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية، وعشان كده طلب النادي الأهلي في شكوته بتطبيق اللوائح بوصف رئيس نادي الزمالك ممثلا لناديه وأنه أحد عناصر اللعبة، وكمان قدم الأهلي حافظة مستندات بتضم اسطوانات مدمجة بتحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم اللي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه، وكمان بحق النادي الأهلي ومسؤوليه. فخلونا نشوف إيه اللي هيحصل الفترة الجاية، ويعني يا رب التجاوزات دي تخلص بقى يعني.